من سعيده قايثنبرك جوست اكوتي، قايثنبرك سعيده بالعباس. بالعباس فيها واحد الامر غريب والله غير غريب. كاين واحد المشروع تاع 85 سكن، شحال عندهم؟ 10 سنين 85 سكن، كون كل عام يتبنى دارك وراه مخلص. هذيك البلاكه ريبوبليك اجيريان ديموكراتيك بوبيلار ارل كدوس رياليزاسيون دو 85 ال بي افيك باركينغ. وهذيك ولا شنو كوميرس كوميرس مانيش نشوف مليح. المهم اللي يهمني واش يهمني ديلي دو رياليزاسيون 24 موا. الا انت قالت لك جات لك 24 موا قالت لك على على 24 تخيلوا تخيلوا 24 موا بدا المشروع هنا على بوك جمله. هنا احبس هنا احبس. اين انت؟ رد لي هذاك. اين انت؟ لا لا اين انت يا والي الولايه؟ تعاقب على الولايه خمسه او سته ولات لا حياه لمن تنادي، 85 مستفيد ينادون بيتي بيتي لا حياه لمن تنادي. جاء الوالي كذا مره وتكلم مع المقاول، وكل مره المقاول يكذب على الوالي، ويعود الوالي مرة أخرى ويكذب المقاول، ودواليك وهكذا، ويبقى المواطن يعاني حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أطلق ها سيدي بالعباس، هذه تناولتها النهار عندها 5 سنين، ربع سنين من اللي تناولتها النهار وتناولوها القنوات، ويبقى دار تبقى دار لقمان على حالها، يبقى تبقى هذه 2014. روح كمل كمل خلي كمل خلي نشوفوا لي زونور خلاص. ها 24 موا شحال روطار ب 1,000,000% ماشي 10%. خلي اسمع خلي اسمع. المدعم قادو سيدي بالعباس منطقه تاع سواس الحي الجزيرة، رانا من 2013 عطيناه دراهم السيد ما دار والو، راه في عامين مازال ما دار والو، وراه قاعد يكتب علينا يقولنا غدوة غادي نقلع غدوة غادي نقلع ما دار والو. هذه دارتها النهار عندها ربع سنين. زيد عطيني الفيديو ساكن ما دار والو فيديو باش نربحوا الوقت. ها هذه عندها دو جو تروا غلق باب مشروع من طرف هذا المقاول حتى لا يكتشف امره. وشوف الدخل الامر كراهية يا جماعة، كاري ترى هاد الدخل كاري ترى ما تقدرش تدخل على بالك مالاه مفاعل النووي تاع بوشهر تاع النووي تاع تخصيب اليورانيوم. طلبه اولا بتدخل سلطات الولايه وسحب المشروع من هذا المقاول المحتال والكاذب منذ 2013. هاي وجهه الاشغال شرف عندك هذا عندكم هذا هنا ويكذب عليك في الوجه الكاذب في الوجه يكذب عليك في الوجه. قال لك يجي الوالي زياره ولا يجي المقاول يجيب خدامين ولا قري ويبدا الزريط ضب ضب ضب. هو يروح الوالي ويحبس كلش. هو يجي راح الوالي يخبروه الوالي وجه غدوه يجيب الخدامين ضب 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 لا قري ضف ضف ضف. هو يروح الوالي ويوقع بس كلش. الوالي هنا وجاء هذه حكايه. الوالي جاء هاولا ها هاو داير هكذا ها ايه اي اطلق كما انا نحشر نزيد ولي على تخرج المحكمه طلبوا تعويض 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 ماشي تعويض تعويض تسليم المفاتيح ويتهام تمام المشروع ماشي تعويض. سؤال على هذا فراش كفيني وهذا مازال يتري هذا خمس ساعات باش مشروع هذا زيد مولود على دوزيام من دوزيام ايطاج من دوزيام ايطاج راه كاين واحد من سوق ولا غير سوق هاو الولي يهضر مع الولي عطينا هضره وقت تسلم المشروع. كاين يعني بروبليم في كلابنات كيف هي كان بروبليم في دوتر وانا كنت قدام وحبست يا راجل يا راجل يلتر هل من معقول دمي الكاتوز المشروع وقف فهمني برك. شوف نقول لك حاجه انا روت ريفيزن كسروا وقتها تعدي المشروع تسكن الناس برك هذا ما كاين من الاخر مي ماش كاشكو عندك لي بروبليم الناس اللي يقعدوا سيدي الوالي ما مد لهم لا في ديسمبر لا في نوفمبر لا سبتمبر لا اكتوبر لا توبر لا جامبر سي نادميسيبل سيدي المدير وشوف دوري نافو
الناس كيما هادو باحتراماتي اللي نقولها له في ذرك نزيدش يدور على بروموسيون ني ال بي ان سيدي زكي لا بس سيد الوالي بصح التنفيذ سيد الوالي والو سيد الوالي يا المواطن راه مغبون سيد الوالي السلطات المحليه تاع بلعباس اضرب اضرب زيد واحده اطلق